رجعنا لكم بعد البيت بيتك ويا ضيفنا المميز اليوم اللي موجود ويانا بالاستديو شرفنا الاستاذ غيث صالح، نورتنا. الله يخليك، شكرا جزيلا. يسعد مساك غيث. انا ما اقول لك استاذ، اريد ابقيك شاب صغير. لا لا يعني طاقه شبابيه مبدعه بمجال الله التصوير حبيبي. واكيد لك باع طويل بمجال التصوير. دخلت المجال وانت بعمر صغير، بعدك صغير من العلم. لا لا يعني بعدنا. بدايه اريد اعرف كيف كانت بداياتك. والله هي حالها حال أغلب الناس اللي تفوت على شغلات جديدة، يعني خاصة بالعراق. صدفة أنه كان كل واحد يعجب أنه تصير عنده هيك كاميرا تشبه مال المصورين، يعني شكلها أسود وكبير. فاشتريت الكاميرا وبلشت أقرب بالكتالوج، نشوف أنه أكو مصطلحات ما نعرف شنو. فسيرش صغير بالإنترنت، كانت مقاهي وتروح تدفع 1000 دينار وتقعد ساعة. فاكتشفت انه اكو شيء اسمه فن التصوير وهوايه، واكو منتديات. و يعني نحكي على 7 8 2008 2007 البدايات. اي هذه اللي بالبدايه فشي جرشي، يوم بعد يوم منتدى يسحب منتدى، دروس تسحب دروس، لحين ما صار ستايل حياته هو موضوع التصوير. يعني استاذ غيث بدنا نشوف هسه بالاونه الاخيره مصورين صار انتشار بشكل مو طبيعي. صحيح. جلسات تصوير اعراس وموديل ويعني اشكال انواع التصوير. برايك هيك التصوير صار سهل انه اليوم اي واحد يقدر يصير مصور؟ لو شنو السر؟ لا شوف، هو مو كل واحد يقدر يصير مصور. بس نشوفه انتشار كلش هواي. التصوير بيه جزئين، جزء اللي هو خلينا نقول هذا الستاندر اللي كل واحد يقدر يحصله اليوم ويا التليفون. نشوف ناس طلع صوره تخبل. صحيح. اكو تطبيقات تنطيك الصوره بدون ما تسوي انت اي شيء، تجهز لك هوايه امور. تقنيه الان صارت بمجال كلش واسع. كليك واحد بالفوتوشوب يبدل لك السمه، يسوي لك الوجه، يصغر لك ما اعرف منو. عشان تحتاج وقت كلش طويل. صحيح. هذا بسهوله انه احنا نوصل له، مثل ما صارت اكو سيارات هي تسوق نفسها. صحيح. والعمليه صارت كلش سهله. تصوير نفس الشيء، بس الجانب الفني الكرييتيف لا، هذا اللي ما تقدر تفوت له لا صدفه ولا يصيرون هوايه. هو احنا بدنا نقول عليه الفني يمكن يساعد هوايه ناس، بس اكو امور ثانويه اللي هي انه اليوم زوايا الرؤيه والتصوير وشلون العين، عين المصور اللي نقول احنا هي سحر. صح. التصوير هي الاشكال. وين الاشكال؟ انه الناس اللي تدخل بالمجال وما تنطي حقه تطلع من عنده بسرعه. صح. يصيرون هوايه. صح. يصير عندهم انتشار، تصير عندهم صور كلش حلوه، بس هاي الصور بسبب الصدفه، السوفت وير، الناس اللي صوروهم حلوين، بس يستنفذ اللي عنده بسرعه، لذلك يحتاج انه لازم يطور نفسه دائما. فعلا. طيب تعقيبا لكلام زميلي مسلم استاذ غيث، كثره المصورين الشباب وانتشارهم بصوره غير طبيعيه، هذا حاصل على زياده الورش التدريبيه للتصوير؟ يعني تخدم خدمتهم بحيث صاروا مصورين هوايه؟ لا، هو ان جنرال هي حاله صحيه انه يصيرون كلش هوايه مصورين. الناس قاموا تتعود على انه تشوف كاميرا. قبل كان الموضوع تهمه. يعني كنا تشيل كاميرا انت بالشارع فهي حرفيا انت تهمه. صحيح. اذا كان. صحيح. الناس او الجانب الامني. هسه بالعكس الناس تعودت على الكاميرات. ما نقول بسبب الورش، بس انفتاح السوشيال ميديا، سرعه الانترنت، الناس كلها قامت تحب يصير عندها صوره حلوه بالبروفايل. صحيح. في وقتنا اتذكر بالبدايه كان اللي عنده صوره حلوه وشكلها مرتب هذا فتشي يعني بالسوشيال ميديا، وتكون على ورق مطبوعه وناس يعني انجاز. صحيح. هسه الناس كلها قامت تريد تصير حلوه، فعرض وطلب، زاد الطلب على الصور الحلوه، زادوا المصورين. سالغيث، اكو مساله اليوم اغلب المصورين وكل المصورين يقول يعاني من مساله التراخيص بالشارع. طيب. تحت نفس السؤال اللي سالك اياه زميلي، يعني اليوم مصور لازم يتوقف جهه امنيه، انت ايش قاعد تسوي؟ وين الترخيص مالتك؟ هذه عقدت من انه انتاجيه اكثر، فن اكثر، يعني هو حاله حال اي يعني اي اشكال بالشارع العراقي. اكو تعرف نقاط بس اكو تقييد قوي. هو اكو تقييد، والتقييد هذا جاي من شنو؟ مو للتصوير تحديدا. بس هاي كثره المقرات وكثره السيطرات. صحيح. وغيرها. كل مكان هذا الموضوع بكل مكان. فانت تحمي نفسك اذا كان اكو عندك، يعني تعمل تحت مظله مؤسسه. إذا ما كانت عندك هاي الفرصة فالعملية أتوقع سهلة، إنه أنت ابتعد عن هاي المكانات. أكو كلش هواية مكانات حلوة. صحيح. للتصوير، بس مع الأسف شوية شبابنا يعني يروحون للمكان اللي بيه مشكلة ويقول شوفوا ما نقدر نصور وما يخلونا نصور. صحيح. في حين فعليا استئذان بسيط يمكن من القوة الماسكة للأرض أو من السيطرة القريبة. بأسلوب حلو، شنو اللي تريد تسوي؟ أنا كذا. ثق دائما تجيب نتيجة. حلو، عافية، شاطر. لازم نساير الأمور، لأنه أنت إذا تبقى
هذه مشكله وما يخلوني وما اقدر ما تقدر تقدم شيء، انتاجيه تصير صفر. صحيح. طيب جماعه المصورين العراقيين ببغداد لها دور باحتضان الطاقات الشبابيه اللي عندهم امكانيه تصوير او شيء؟ اكيد. الجمعيه العراقيه هي يمكن اقدم جمعيه بالوطن العربي، تاسست بال 49. فالتصوير بالعراق هو مو وليد، يعني مو وليد اللحظه. نعم. هو فشيء يعني يمكن احنا اللي اسسناه بالوطن العربي. صح. وكلها كانوا يطلعون. صح. من تحت الجمعيه العراقيه. نعم. للتصوير. بس بسبب الوضع اللي صار حاله حال كل الجمعيات الثانيه صار اكو بيها ركود نوعا ما، هسه رجعت يعني ويا التقنيه ويا الدماء الشابه اللي دخلت للجمعيه، صار اكو ورش اونلاين، صارت اكو هواي تفاصيل. نعم. فتح الوضع يعني نوعا ما، اتوقع بالاربع خمس سنوات الجايه. انا طبعا تعرف متابعك واسوي لك سيرش دائما، فعندي فيديو شايفه لك انه تقول اليوم تقدر تصير مصور بمعدات بألف دولار. بالضبط. برأيك هاي المعدات اليوم ألف دولار تقدم محتوى، تقدم كواليتي يعني نوعا ما جيد، تقدر انه يشتغل كبزنس هذا المصور الجديد؟ تمام. كلش هواية أفلام على مستوى العالم أنتجت بتليفون. صحيح. وأخذت جوائز وأخذت دخلت مسابقات ومهرجانات بشكل رهيب. السبب شنو؟ السبب أنه الشخص عرف شلون يستثمر المعدات الموجودة، يعني شلون يطلع أفضل ما ممكن بالتليفون. فنفس الشيء الألف دولار، المعدات اللي بألف دولار نهائيا مو قاصرة، يعني تعتبر فوق اللي تحتاجه. نعم. شو وقت ما قدرت أنت تتعامل ويا هاي المعدات صح، شو وقت ما قدرت تشوف كل جوانبها الإيجابية، ذاك. نعم. الوقت راح تنتج أعمال قوية. من تريد تطور من المعدات مرة ثانية أنت راح تجيب أشياء يعني تعرف وين تخليها، ممكن إضافة صغيرة بسيطة. صحيح. تسوي لك نقلة للشغل. بس إن جنرال ألف دولار إذا عرفت تستثمرها صح تقدر تطلع شغل يخبل وينافس، لانه اكو جزء كبير من السوق العالمي للتصوير هو يعتمد على كاميرا وعدسه وناتشرال لايت والاضاءه الطبيعيه. شلون تقدر تستخدم الاضاءه الطبيعيه صح؟ عقل المصور شلون يعرف يمكس بيها. فالمعدات هاي اصلا زايده عليك، يعني هي. صحيح. المعدات اللي بألف دولار تعتبر زايده اذا ما عرفت تستثمرها. هي برايي استاذ غايث انه ما لها علاقه المعدات، اهم شيء المصور نفسه كيف يستخدمها ويوظفها بمكاناتها صح. اكيد الموضوع هي بس يعني اكو مواضيع. نعم. التقنيه تاخذ جزء كلش كبير من عندها، فانت اذا ما كنت ضامن التقنيه وضابطها بشكل صحيح الجانب الفني وحده ما يسعف. واحنا اذا نقول كل هذا الحكي تحت مسمى مبتدئ، اليوم انت كمبتدئ يعني هاي الامور زايده عليك بهيك معدات. نعم. مو يعني هي مو زايده، وانما انت تقدر تنتج بيها شغل ممتاز، تقدر تشتغل بيها. يعني اذا عرفت هي شنو الفكره، ليش انا اختارت ألف دولار؟ الفكرة انه انت حتى الغراض اللي تكون موجودة طبعا انت طلع الرقم 999 يعني حسب بالمليار. بالضبط. لا هي كانت درس اقل من ألف دولار. بالضبط.